السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الصحيحين عند البخاري ومسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قدم لنا بشرة تحفة هدية والله إن أعظم من الدنيا وما فيها وإني أوصيكم بها قض بها نهارك اذهب بها همومك وغمومك وأحزانك صح بها صدرك والله علاج وانها دواء للسحر والحسد والغم والهم والكرب أعظم علاج ولقد نعلم انك يضيق صدرك ما يقولون فسبح بحمد ربك من الساجدين قال صلى الله عليه وسلم اسمع الكلام اسمع الترغيب الآن في أسلوب شائق أسلوب عظيم يحبب لك الطاعة قال صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون اسمع البلاغة يا أخي ألف في هذا الحديث كتاب ألفه بن ناصر الدمشقي وحققه الشيخ محمد بن ناصر العجمي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ميزان, ميزان الله ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم قض بها نارك فيها صعوبة سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم هذا, هذا تسبيح الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون يقول أبو ذر يا رسول الله ما ما حب الكلام إلى الله قال حب الكلام إلى الله اصطفى لملائكته سبحان الله وبحمده هو الذي اصطفاه لملائكته وزد عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فهمتم لو قضيت عمرك كله بس تعلم الناس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ويقولون ابشر بالفردوس الاعلى في شايب عامي ترى في منطقه من مناطق المملكه حضر في الحرم وسمع هذا الحديث من شيخ واخذ شايب عامي ما يعرف الا هذا كان يبني في الطوب يعني في يبني اظن في الحجاره واخذ يقولها في المجالس، وفي المستشفى، وفي الزياره، وفي الاعراس، وفي المناسبات حتى يسمونه كلمتان، اذا جاء عند الشباب قال كلمتان خفيفتان، وفي الزواج، وفي اللقاء، كلمتان خفيفتان لسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان يا الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قضى بها عمره. اتاه حادث السيارة اغمي عليه في المستشفى ثلاثة ايام يقولوا طيل الثلاث ايام ليل ونهار وهو طبعا في غيبه بيقول سبحان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حتى مات مات عليها يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة وصية ونصيحة وامان عندك انك تبلغها ارجوك انك تبلغها غفر الله لمن بلغها وبيض وجهه وغفر ذنبه واسقاه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم